منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص باستقبال رسمي ومميز بقصر الكرينال بالعاصمة الإيطالية روما. والرئيسان يؤكدان في تصريح صحفي عمق العلاقات التاريخية المتجذرة وإرادة تعزيز الشراكة وتنويعها والتوافق الكبير في وجهات النظر بخصوص المسائل المغاربية والإقليمية والمتوسطية. اتفاقيات شراكة، بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر والمعرفة ومحاربة الآفات الاقتصادية. آفاق وشراكة واعدة وإرادة قوية في ترقية العلاقات الاقتصادية. الحقل الإعلامي العمومي يتعزز بقناة تاسعة برلمانية ترقية للاتصال المؤسساتي في البرلمان في شفافية وديمقراطية تشاركية تكرس ثقافة الحوار وتمد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب. أهلا بكم من جديد. في المستهل وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية إيطاليا، خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الكرينال بالعاصمة روما باستقبال رسمي ومميز من قبل رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا. ولدى وصوله إلى قصر الكرينال بروما، خص السيد الرئيس باستقبال من قبل نظيره الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا، حيث تبادل الرئيسان أطراف الحديث مطولا. Porta d'onore! Stop! Stop! Onori al Presidente della Repubblica Argentina, Democratica Popolare!
وبعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين لكل من الجزائر وإيطاليا، استعرض السيد رئيس الجمهورية رفقة نظيره الإيطالي تشكيلة من الحرس الجمهوري الخاص أدت لهما التحية الشرفية. وببهو قصر الكرينال بروما، صافح الرئيس الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا صافح الوفد الرسمي المرافق للسيد رئيس الجمهورية خلال تواجده بإيطاليا. كما صافح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كبار المسؤولين في إيطاليا. ليصافح بعدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا ويأخذ صورة تذكارية بالمناسبة. وبقصر الكرينال دائما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع نظيره الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا. المحادثات بين الرئيسين السيد عبد المجيد تبون والسيد سيرجيو ماتاريلا توسعت لتشمل وفدي البلدين. بقصر الكرينال دائما وعقب المحادثات أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقاء صحفيا مشتركا مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أشاد خلاله بالمواقف التاريخية الإيطالية الثابتة في سجل الذاكرة الجزائرية في مختلف المراحل، مؤكدا التوافق الثنائي الكبير في وجهات النظر بخصوص المسائل المغاربية والإقليمية والمتوسطية. تحدثنا على
مختلف المستويات، المستوى الثنائي بين إيطاليا والجزائر، واللي نسجل فيه اتفاق تام بين البلدين على كل شيء، انطلاقا من ما يجري في المغرب العربي، ما يجري في البحر الأبيض المتوسط، وما هو ثنائي من طاقة وتعاون وصداقة متينة متجدرة في التاريخ مع إيطاليا. وقلتها وأقولها كل مرة ألتقي مع صديقي الرئيس ماتاريلا، أن ما سجلته الذاكرة الجزائرية إزاء إيطاليا الصديقة فهو إيجابي، وإيجابي جدا. قبل الثورة، أثناء الثورة التحريرية، بداية الاستقلال إلى يومنا هذا، لم نسجل مع الدولة الصديقة إيطاليا ولو سحابة صيف. كله على ما يرام، ونتمنى المزيد وأكثر إن شاء الله. السيد رئيس الجمهورية جدد التأكيد على صون الصداقة والمضي رفقة إيطاليا نحو تعزيز أوجه التعاون وتنويعها لتشمل مجالات متعددة، لا سيما التعاون الطاقوي وصناعة السفن. احنا ملتزمين بصيانة هذه الصداقة بكل وسائل، مش إلا الطاقة. الطاقة شيء بديهي، لأن أولا الجزائر مبنية أساسا على الثقة مع أصدقائها وعلى الكلمة الواحدة والموحدة التي لا تتغير. احنا ملزمين دوليا ومعنويا وأخلاقيا أن نصون الاتفاقيات اللي نمضيها مع الآخرين، فما بالك مع إيطاليا صديقة. إذن من ناحية الطاقة احنا ملتزمين أن كل ما تريده إيطاليا فنحن مستعدون له. في حاليا ارتباط عضوي بين إيطاليا والجزائر ما يخص الطاقة، تطوير هذا الميدان ممكن يأتي بتنقيب معا بين شركة أوني وشركة سوناتراك، تنقيب معا، وكل مزيد في الإنتاج ممكن نوجهه بطلب من إيطاليا إلى صديقة إيطاليا، واللي تكون هي الموزع عبر أوروبا. بالنسبة للكهرباء كذلك، احنا اقترحنا على الأصدقاء الإيطاليين أن يكون فيه خط، أن كابل بحري سومارا يمشي من الجزائر إلى إيطاليا، وممكن من خلاله نمون جزء من أوروبا بال الطاقة الكهربائية انطلاقا. إذن الطاقات المتجددة لقد بدأنا معا في إنتاج اللوحات الشمسية في بلعباس وأدوات أخرى بين شركة إيطالية وشركة جزائرية، فيه كذلك أمل أن ننتج مع بعض الهيدروجين الأخضر بالنسبة وتصديره نحو إيطاليا. فيه آفاق مفتوحة للستارت اب تاعنا الشباب أنهم ياخذوا تجربة من إيطاليا ويتعاملوا مع الشباب الإيطالي ويتعاملوا مع الصناعة الإيطالية في إطار تنمية أفكارهم. بالنسبة للدفاع الجزائري، احنا نتمنى كذلك أننا ندخل مع الصديقة إيطاليا في إنجاز ما هو ما يتعلق بالقوات البحرية كونستركسيون نافال، مستوى المدني والعسكري مستعدين. وفيه آفاق أخرى
آفاق مفتوحة مع إيطاليا، ثم قلتها لصديقي الرئيس ماتاريلا، ما فيش حاجز بيننا وبين إيطاليا اللي يمنع أي شيء. وفي معرض حديثه عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد رئيس الجمهورية الاتفاق بين الجزائر وإيطاليا على دعم المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا وفق أسس الديمقراطية الحقة. بالنسبة للمواقف السياسية والدبلوماسية، أكاد أن أقول أن فيه تطابق تام، أو في بعض الأحيان تقارب كبير في الرؤى، قاسم بمشاكل تاع تونس، ومستعدين الاثنين أننا نساعد تونس أنها تخرج من المأزق اللي دخلت فيه وترجع الطريق الديمقراطي. وبالنسبة للشقيقة ليبيا نفس الشيء، الدولتين التي ليس لها أي مصلحة، بالعكس ما لها إلا مصاريف في استقرار ليبيا، هي إيطاليا والجزائر، وحنا مستعدين للمساعدة على أكثر استقرار في الشقيقة ليبيا حتى نصل إلى الطريق الوحيد في نظرنا، رغم التجارب، كل التجارب التي قامت بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأصدقاء ليبيا، باقي إلا حل واحد هو الانتخابات التشريعية اللي تعطي الكلمة للشعب الليبي وتبنى ليبيا من جديد على أسس ديمقراطية. إذن تكلمنا كثير مع صديق الرئيس ماتاريلا، وفي اتفاق تام على مختلف النقاط اللي تحدثنا عليها. إذن شاكر له مرة أخرى حفاوة تاع الاستقبال لي والوفد المرافق له، هذا دليل على الصداقة العميقة اللي موجودة بين إيطاليا والجزائر. وشكرا سيد الرئيس وصديقي العزيز. من جهته أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن الجزائر شريك هام بالنسبة لإيطاليا، مؤكدا العمل على تنويع مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين، شراكة تكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة. أمام الصحافة أود أن أرحب بالرئيس تبون الذي تربطني به صداقة كبيرة، وأذكر بحسن الضيافة الذي خصنا به في الجزائر منذ بضعة أشهر لمناسبة زيارتي. كانت لحظة من الصداقة والتعاون لا أستطيع أن أنساها. الرئيس تبون جاء إلى إيطاليا بعد أشهر قليلة على تلك الزيارة، ليأتي إلى روما وغدا ليزور نابولي. إنها علامة صداقة وطيدة تربط بين الجزائر وإيطاليا، وهي مسألة مهمة جدا، إنها شراكة استراتيجية قائمة بين بلدينا. العلاقات الثنائية هي قوية متينة وتتطور باستمرار، ولديها جذور قديمة جدا، ولهذا إني مسرور جدا أنه في يوليو سيعقد في الجزائر القمة الرابعة ما بين الحكومتين الإيطالية والجزائرية. إنه موعد مهم جدا، وخلال أتمنى أن نتمكن من التوقيع على ورقة تفاهم مهمة كتلك الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها في قصر كيجي، قصر رئاسة الوزراء، بحضور الرئيس تبون. الجزائر هي شريك استراتيجي مع إيطاليا خصوصا فيما يتعلق بالطاقة ونواحي أخرى، ونحن ممتنون جدا للجزائر على تكثيف هذا التعاون كما حصل خلال الأشهر الماضية بفضل التواصل بين حكومتينا. الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أكد العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة وتوطيد التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. التعاون في مجال الطاقة يهدف أيضا إلى التعاون معا في مجال الانتقال الإيكولوجي من أجل تطوير
أشكال جديدة للطاقة البديلة، الطاقة المتجددة التي تسمح أيضا بالتجاوب مع الأزمة المناخية التي يعاني منها العالم من خلال هذه الدرب الوحيدة الممكن سلوكها. هناك أيضا تعاون اقتصادي وتجاري كبير بين بلدينا في مختلف القطاعات، ليس فقط في القطاع الطاقوي. بالنسبة لنا السوق الجزائري مهم جدا بالنسبة لنا لصناعاتنا، ونأمل أن نعزز هذا التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وننمي هذا القطاع أيضا في قطاعات أخرى وننوع المجالات التي نتعاون فيها من وجهة النظر التجارية. تحدثنا مطولا مع الرئيس عن مشاكل مختلفة. أود أن أشير هنا إلى أن إيطاليا وفي صلب الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تكثيف التعاون مع الجزائر. الرئيس الإيطالي أكد أهمية البعد التاريخي المشترك بين البلدين، منوها بمتانة التاريخ الحضاري والثقافي المتجذر الذي يجمع ويوحد البلدين. ناحية مهمة من التعاون هي ناحية ثقافية، التعاون الثقافي بين الجزائر وإيطاليا. هناك حضارة مشتركة، دعوة مشتركة في منطقة المتوسط، هناك صلة تاريخية تجمع بيننا وتوحدنا. هناك مبادرات كبيرة جارية حاليا، مثلا ترميم وحماية الخيور الثقافية والأثرية. هذا فيما يتعلق بالناحية الثقافية، إنها مسألة مهمة جدا لأنها تسمح لنا بفضل أيضا تبادل الباحثين والطلاب والتعاون بين الجامعات أن نوطد علاقة المعارف والمقاسمة بيننا حول كل هذه القضايا. وبقصر كيجي بروما خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال رسمي من قبل رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، حيث استعرض رئيس الجمهورية رفقة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي تشكيلات من الحرس الجمهوري قبل أخذ صورة تذكارية أمام الصحافة. Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. وببهو قصر كيجي صافح السيد الرئيس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الوفد الوزاري الإيطالي. فيما صافح رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الوفد الجزائري المرافق للسيد الرئيس. وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزير منتدب المكلف بالاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. سفير الجزائر بروما. مدير عام أوروبا بوزارة الخارجية. الرئيس المدير العام لمجمع صنابرا.
السيد أحمد سويفي رئيس خليط استعلام المال. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي محادثات ثنائية. المحادثات توجت بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في عدة مجالات لا سيما الثقافة، الطاقة، المؤسسات الناشئة، الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. برنامج تطبيق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية للأعوام ما بين 2022 و2025. مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة السياحة للجمهورية الإيطالية ووزارة السياحة والعمل الاحترافي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قطاع السياحة. مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي التنمية الاقتصادية للجمهورية الإيطالية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الوزراء المقوم بشؤون الشركات الناشئة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية. فيما يخص الشركات الناشئة، تبادل الآن معالي رئيس مركز التدريب والتعليم المالي أحمد سعيدي ورئيس وحدة المعلومات المالية لدى البنك المركزي الإيطالي كلاوديو كليمينتي مذكرة التفاهم المشتركة لتوطيد التعاون الثنائي للوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مذكرة التفاهم بين هيئتي إيني ألجيريا للتنظيم وهيئة صندوق. السيد رئيس الجمهورية استقبل أيضا من قبل رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبرتي كازولاتي اللقاء الذي جرى بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي، حضره الوفد الوزاري الجزائري المرافق لرئيس الجمهورية ليتم بعدها أخذ صورة تذكارية مع رئيسة المجلس. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل رئيس غرفة مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زار مقر بلدية روما حيث استقبله عمدة مدينة روما السيد روبرتو غوالتيري. ومن مكتبه أطل السيد الرئيس على واجهة المدينة. ليوقع السيد الرئيس على السجل الذهبي. رئيس الجمهورية خص ببلدية روما بتكريم من قبل عمدة بلدية روما روبرتو غوالتيري حيث سلمه تذكارا برمز مدينة روما للوفي.
وبساحة فينيسيا التاريخية بالعاصمة الإيطالية روما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جوريني، حيث استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري الإيطالي الخاص أدت لهما التحية الشرفية. Bandiera di guerra del primo reggimento granatieri di Sardegna. Banda dell'esercito, reparto d'onore interforze, pronti per la rassegna. رئيس الجمهورية وبعد وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للجندي المجهول ورفقة وزير الدفاع الإيطالي وقف دقيقة صمت. يغادر بعدها رئيس الجمهورية ساحة فينيسيا. رئيس الجمهورية زار أيضا سجن ماميرتينو للملك نوميدي يوغرطا ووقف على الموقع الأثري الذي يضم عديد شواهد الحضارية. تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وضمن التزاماته التي تتجسد يوميا في مسار واضح المعالم يرسخ للممارسة الديمقراطية التشاركية، تعزز الحقل الإعلامي العمومي بقناة تاسعة برلمانية جاءت لترقية الاتصال المؤسساتي بالبرلمان ونقل مجريات المناقشات والتصويت للمواطن على المباشر لمد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب. انطلاق رسميا لقناة البرلمانية ونتمنى لكم كل النجاح التوفيق. والتوفيق ومبروك على الجزائر. وخلال مراسم الإطلاق الرسمي للمولود الإعلامي الجديد أكد رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أن القناة البرلمانية ثمرة من ثمار الجزائر الجديدة وخطوة هامة نحو تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية. هذه القناة كما ذكروا الإخوة في تدخلاتهم أن هذا
التزام من التزامات رئيس الجمهورية، وهي 54 التزام، والتزام إنشاء هذه القناة هي 36. لما ننظر لهذه المحطات كلها، لأن الأمور كلها متكاملة ولها هدف واحد، هو بناء جزائر جديدة، بناء ديمقراطية حقيقية، بناء مؤسسات المستقبل للحاضر والمستقبل، بناء الدولة للجميع، وإعطاء أيضا المفهوم لمكانة الجزائر في كل ميادين. من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن القناة البرلمانية إضافة للمشهد الإعلامي المتخصص، تعكس الصورة الحقيقية للعمل البرلماني وتفتح آفاق التواصل في الفعل التشريعي في شفافية وتشاركية. في هذا اليوم نعيش حدثا تاريخيا من حياة البرلمان في الجزائر الجديدة، التي بدأ الجزائريون يرون معالمها، وها هي بوادر التجسيد تتحقق يوما بعد يوم. وما إطلاق القناة البرلمانية إلا دليل وبرهان على صدق النوايا وإرادة الفعل. إن القناة البرلمانية تدخل ضمن تعهدات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وهي الالتزامات التي تتحقق يوما وفي جميع المجالات، وإننا نغتنمها سانحة لنقدم أسمى آيات الشكر للسيد عبد المجيد تبون على صهره الشخصي ورعايته السامية لإطلاق هذه القناة. أود أن أذكر أن هذا الفضاء الجديد سيعطي حتما إضافة للمشهد الإعلامي المتخصص، ومن المؤكد سيسهم في تعزيز العمل البرلماني ويعطي الصورة الحقيقية للبرلمان ويفتح آفاق التواصل لتتسع دائرة الشفافية وإشراك المجتمع في الفعل التشريعي. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أكد أن هذا الصرح الإعلامي الجديد هو تصويب للاختلالات التي كانت تعيق الاتصال المؤسساتي للبرلمان بغرفتيه، ومنبر يعزز تعددية الرأي وثقافة الحوار. إننا ننتظر من هذه القناة التلفزيونية الرائدة أن تكون منبرا يكرس تعددية الرأي والفكر ويمنح حيوية للنقاش داخل السلطة التشريعية. إنها فعلا مكسب وطني سيساهم دون شك في مد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب، ويؤدي دورا في إرساء ثقافة الحوار وتقبل النقد والاختلاف والإصغاء إلى الآخر مهما كانت توجهاته ومشاربه، سعيا لبناء الجزائر الجديدة، جزائر يبنيها كل أبنائها وكل بناتها. فإن الحكومة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية تعمل بكل دأب على إعادة تنظيم مجال السمعي البصري ضمن مقاربة شاملة تمنح للإعلام الوطني بكل وسائطه المكان التي يستحقها، وتهيئ له البيئة المناسبة لأداء مهامه، خصوصا في سياق يتميز بانتشار الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية التي لا يصدها ولا يوقفها إلا المصداقية والموضوعية والكفاءة المهنية. القناة التاسعة البرلمانية صرح إعلامي متخصص يعكس الصورة الحقيقية للبرلمان ويشرك المواطن في الفعل التشريعي. وليد صاري. القناة البرلمانية مكسب جديد يتعزز به المشهد الإعلامي في الجزائر، فضاء سيشكل جسرا للتواصل بين الشعب وممثليه داخل البرلمان. القناة التاسعة للتلفزيون الجزائري جاءت تأكيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتأتي ضمن مسار واضح المعالم يرسخ الممارسة الديمقراطية ويعزز المشاركة في الفعل السياسي في بلادنا. ومما لا شك فيه أن هذه القناة من شأنها المساهمة في تعزيز حق المواطن في المعلومة الصادقة والموضوعية، وتقوية دور الإعلام المؤسساتي لا سيما عن طريق أداء احترافي يطور علاقة الثقة بين المواطن
ومختلف المؤسسات والهيئات الوطنية. كما ستساهم القناة البرلمانية في خلق علاقة تكامل وتنسيق بين البرلمان وباقي المؤسسات والهيئات من أجل دعم جهود بناء الجزائر الجديدة والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف بلادنا، لا سيما بواسطة حروب الجيل الرابع. تقديم المعلومة الصادقة والهادفة والموضوعية، وكذا تقوية دور الإعلام المؤسساتي وتوطيد علاقة تكاملية بين البرلمان وباقي هيئات الدولة، مهام في صميم عمل القناة قصد ضمان خدمة عمومية شاملة للمواطن وحقه في الاطلاع على القوانين والتشريعات. هذه القناة ستكون المجال الأنسب لترقية الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير المسؤولة، وكذلك المرافقة اليومية لانطلاق المسار التنموي الشامل بعد أن حرر السيد الرئيس الإرادات المخلصة والنزيهة والطاقات الخلاقة للثروة، حررها من مخالب البيروقراطية وبراثن الفساد. اليوم نعتز ونفتخر كلنا لأننا كان لنا الحظ أن نساهم في التجسيد على أرض الواقع لتعهد من التعهدات 54 للسيد رئيس الجمهورية. هو فضاء جديد سيساهم في تعزيز العمل البرلماني بإشراك المجتمع في الفعل التشريعي تماشيا والديناميكية التي تشهدها الجزائر على الصعيد السياسي الاجتماعي والاقتصادي. احتضن مقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط أمس الطبعة 15 للملتقى الدولي سيدي عبد الجبار التيجاني. الملتقى الذي ركز على شخصية الشيخ الثورية في الدفاع عن الجزائر ومقومات الأمة دعا من خلاله المشاركون إلى إثراء الورشات العلمية للملتقى بمزيد من الأبحاث الأكاديمية. في ذكرى اعتقال شباب حراك الريف، إدانة ثقيلة وآلة القمع المخزنية تواصل سياسة التعذيب والتنكيل. نبيل عثمانية. سنوات تمر عجافا على المعتقلين إجحافا في سجون المخزن، بين التعذيب والتنكيل والسجن الانفرادي والعزل، وتعذيب الأمهات وهن يسافرن من الريف شمالا إلى سجون الجنوب دون لقاء أبنائهن. سياسة ماكرة لكسر إرادة شعب وفرض قوانين هي أقرب لقوانين الغاب. ولكن النصر ديالي غادي يبقى دائما راسو عالي، كيقول لي الوالدة ديالي عندك تحني، أنا غنبقى نموت هايدا ما غنموت شي حد، وأنا غنأمر ولدي وما غننسى ولدي اللي كيدير فيه هاد الشيء. إن شاء الله سيدي ربي غادي يجازيهم حتى هما بهاد الشيء اللي كيديروا في ولادنا. عندما طحن بوليس المخزن بائع السمك محسن فكري وهو يحاول إنقاذ قوت عياله، خرج الزفزاف ومن معه للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسياسة القهر. النتيجة 5 أشهر سجنا فقط للقتلة وعشرون سنة كاملة للزفزاف ومن معه. كلكم لستم إلا ثلة من البلطجية، عندكم جوج دريهمات وكتقووا علينا البساطة، سحاب لكم راه الزمان ديال لاخر، ما غاديش تخوفونا. هذه حقيقة، والله لو أننا في دولة الحق والقانون تتكون غادي تكون بين المعتقلين في السجون. قال لك استغلال المطالب الاجتماعية للمواطنين ومحاولة الركوب على تطلعاتهم المشروعة من أجل أهداف غير معلنة يسيء للذاكرة التاريخية للمنطقة. السي أخنوش كيتكلم على الذاكرة التاريخية للمنطقة. وبينما كان الشعب يطالب بالقصاص ومتابعة المتسببين في مقتل مواطنهم، يعين الملك محامي القصر الملكي للدفاع عن مغني متهم في قضية أخلاقية بفرنسا ويدفع كل أتعابه. في ظلمات السجون وعلى آخر طريق الاحتجاج، يطالب الزفزاف ورفقاؤه بإسقاط الجنسية المغربية عنهم كآخر نداء استغاثة للعالم أجمع. أما ملخص الحكاية، فقد طحن المواطن محسن فكري داخل شاحنة القمامة
وطحنت أعمار شباب من بعده بين مطرقة العرش وسندان التطبيع، ومن بقي من شباب الريف يقفز على سياج ليصل أرضا هي أصلا أرضه، جاهد من أجلها الخطابي وتفاوض عليها المخزن. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.